من العيد من اول، لان ما كناش عاملين ريكورد. سكريبت احنا بنحطه في الويب بيج، بيبدأ بإليمنت سكريبت زي هيك وبنتهي في سكريبت، وبنكتب جواته كل الفانكشنز والكود اللي بيلزمني في الويب بيج. انت عن طريق السكريبتنج لانجويج هاي ممكن تعمل انتر اكتيف ويب بيجز زي ما راح نشوف بعد شوي. ممكن تعمل فاليديشن على الفورمز، مش راح نحكي اليوم نشوف هذا الحكي، ان شاء الله بكره بفرجيكم اياه كيف ممكن نعمل فاليديشنز. الحلو فيها السكريبتنج لانجويج انها بتنفهم من البراوزرز، يعني انت فيش داعي تشغل السيرفر في امور بتكون بسيطه زي تتاكد مثلا ان اليوزر نيم مدخل، الباسورد طولها مناسب، بيستخدم فيها سبيشال كاركترز. هذا الحكي بدل ما يتم تنفيذه على السيرفر ويعمل كونسيومينج للريسورسز، لا احنا بنشتغله على الكلاينت، وبيكون بصراحه بتخفف الترافيك على السيرفر. مثل لما تخفف الترافيك على السيرفر اوتوماتيكلي بدك تفهم انه بتوفر ريسورسز، واذا وفرت ريسورسز بتزيد الكباسيتي لعدد اليوزرز اللي بيشتغلوا اونلاين على السيرفر. يعني بدل ما السيرفر يتحمل 100 يوزر لينزل داون، لا بصير يحمل 130 150 يوزر مثلا، بتزيد انت بتحسن في ال... نعم فتح السكريبت بيكون هو يعني انه فانكشن جاهزه بنحط فيه بس. لا لا انت بتكتب فتحي طلع فتحي هاي السكريبت اليمنت ماشي، بتكتب فيه انت جواته فانكشنز، طلع كيف فانكشن شو ديت، لاحظ بحط لهش ريتيرن تايب، بس في ريتيرن فيش له هذا فويد وانت زي ما كنا نعمل في السي بلس بلس او في الجافا، لا بس بتكتب كلمه فانكشن وبتحط شو ديت، وهذا الشو ديت انت بتناديه في الويب بيج عن طريق ايفنت اسمه اون كليك. مثلا اون كليك نادي لي مثلا شو ديت، اون كليك نادي لي كذا. ممكن تحط اون كليك شباب مش بس على الباتونز، ممكن تحطها انت على السيلز مثلا داخل الخليجي، ممكن تحطها انت على باراجراف، ممكن تحطها انت على ديف، ممكن تحطها انت على ريكورد عادي عادي. جلوبال يعني ممكن. هو انسام ايش هو جلوبال يعني يستخدم مع كل الاتريبيوت اون كليك ايفنت ايفنت يعني عادي مستخدمه مستخدمه الايفنت هذا موجود على كل الايمنتس يعني الموجوده في الاشتر عادي. هسه خبرتك على التيبل راح احط لك هسه اون كليك على السيل على تي دي على التيبل داتا، لما تعمل كليك على التيبل داتا تعمل شيء معين هون اتس اوكي مش مشكله. فهم علي انسام؟ تمام. هسه بنعمل كليك على التيبل يلون لك اياها بالباك جراوند تبعتها تصير مثلا تصير كولي معي تصير مثلا احمر. تمام. طب دكتور هون لما عملنا سكريبت الفانكشن هون احنا كتبنا الفانكشن بس مثلا صف. في لما عملنا يساوي الديت هون لما يعني ممتازة ممتازة هذا بري ديفايند فانكشن هذا موجود بالاصل هذا موجود ديت صحيح متاسف انا ما حكيتكمش من اللي سالتوني بس انا كنت فارض هيك انه معروف هذا بصراحه لما اكتب انا اكتب كلمه فانكشن ابلغ اعمل بريسز انا كعب ببني الفانكشن انا خاص فيه هسه بقدر اعمل هسه فانكشن اسميه انسام عادي فانكشن انسام بريسز وبعمل بدي اياه بس الديت بصراحه الديت لا هذا بريد مش انا كاتبه هذا اوريدي موجود يعني تمام انا متاسف بجوز ما حكيتش اخر مره هالملاحظه لا مش بس افترضت انها معروفه منيح اللي سالتيني هذا شباب يساوي ديت يا اخوان هاي احمد طلعوا هاي سيف هسه بس اكبر شو بحط شباب شو بحط محل الشو ديت وين راحت هي البيج احمد دي حط احمد طلعها هاي شو طبع لي فهمت شو قصدي يعني بنفذ الكود يعني فاهمين شو الفكره لما انا كبست هون على هنا كطبع احمد بس انها اتش تي ام ال هاي عفوا جافا سكريبت نحطها بين دبل كوتيشنز عشان ما يفهمهاش انها فاريبل طلع عادي سنتكس يعني زي الجافا يعني بفرضها انها سنتكس ايرور بنفذ لاحظتوا كيف بنفذهاش ليش؟ انها فاريبل بقول لك مش ما. بس ما اعطى ايرور بعطيش الايرور هو بالسكريبتنج لانجوج ما بيعطي ايرور بس سمبلي بنفذش الكود فاذا بنحطها بين دبل كوتيشنز بتعمل ريفرش للبيج بتطالع بس اذا انت كنت حابب تحط ديت لاحظ كيف السر اذا بحط بيت بين دبل كوتيشنز فاهمين هاي انتم بتطالع ديت عادي بين هيك فانكشن طلع كيف بكتب لي ديت فاهم كيف؟ فاذا انت كنت سوري اذا انت كنت حابب ينفذ الديت نفسه فبتحطهاش بين دبل كوتيشنز كانه فانكشن بنادي وبرجع قيمه الكرنت ديت في السيستم وهي حط لي اياه هون تمام فالسكريبت يا اخوان اما انك بتحط الكود تبعك هيك مباشره داخله وطبعا لي هون هو ببروجرامينج على الرغم انه كان في اتش 1 هذا صح مش عارف انا وين هيدنج 1 كانت
هيدنج 1، هيدنج 1 طلع شو حطيت في اكس، هيدنج 1 صح شباب، هيدنج 1 مظبوط. لازم يطلع لي هيدنج 1. ليش كتب لي هنا ويب بروجرامينج؟ انه نفذ. يعني بالعربي اذا بحط بالجافا سكريبت بحط الكود بدون فانكشن زي هيك بنفذه اول ما يعمل لود للبيج، زي كانه بصير كونستراكتر. واذا بكتب الكود داخل فانكشن بتنفذ لما انادي اون كليك على انادي الفانكشن في اون كليك. لاحظ انت عديت وانا عملت انا بتون صح؟ امبلا على بتون وحطينا اي فيها اون بتون. كليك. طيب بتون اون كليك، شفتي اون كليك شو يعمل هذا الايفنت؟ اون كليك شو يعمل؟ ينادي لي، ينادي الديت، ينادي فانكشن اللي ينادي عملناه. شو ديت. هسه انا بقدر اخليه يطلع لي برضه هاي القصه ويب بروجرامينج، هاي بيعمل كليك شو ديت، طلعي هاي بنسخها من هون، بنسخها بشيلها هون وبحطها جوات الفانكشن عادي. بصير بما اكبس على الشو ديت يطبع لي ويب بروجرامينج، يطبع لي تحت التاريخ. هاي سيف، هاي ريفرش، طلع هيدنج 1 طبع لي صح. بس اذا كبست شو ديت كذا نفذ السكريبت صح، نادى على الفانكشن كانه عادي زي ما تحكي عن برمجه صح، نادى سهل. هسه صارت بجوز ولا لا؟ تمام واضحه. طيب نعمل كمان، نعم هنا سألي. لو حطينا سكريبت في الاول وكنا حاطين الدوكيومنت دوت جيت ايليمنت اكس اللي هي للهيدنج 1 في الاول، كيف الاول؟ مش فاهم شو يعني بالاول. ادي يعني ادي ادي يعني مش بعد البادي، يعني قبل البادي بطبع الهيدنج 1 ولا بطبع الويب بروجرامينج؟ يعني هو بيمشي عليها في الترتيب؟ لا، توب داون، توب داون ديما توب داون. دكتور جرب حطها في الاول السكريبت. وين قصدك في الاول يعني؟ مش فاهم عليك. يعني قبل قصدك هاي الشيء اللي هون، هاي لا لا خليها بس يعني بعد الهيد، بعد ما خلص الهيد حط سكريبت. هسه فهمت عليكي، قصدك نشيل هاي بصير نحطها بالهيد. قصدك استنى شوي بس مش قادر. ديما هيك في هيك قصدك دكتور بعد الهيد، يعني بعد ما انتهى. هسه بعد الهيد. اوكي احنا بالعاده السكريبت بنحطها بالهيد، احنا بالعاده السكريبت بنحطها بالهيد. دكتور بس شيل الفانكشن انه لما تطبع الويب بروجرامينج مش لما نكبس على البوتون، حطها يعني اوكي قصدك اطلعها برا يعني. هون يعني باخذ الاولويه انه يعني باخذ بيطلع هيدنج 1 ولا ويب بروجرامينج؟ احنا طلعنا هسه، استنى اشوف على فكره ضيعت الكود. هيو حطينا السكريبت بعد الهيد. تمام. طب هاي في كل الحالات دينا مش احنا في هاي الديت بدل ما تعمل كليك على الشو ديت. انا سؤالي مش على الشو ديت، انا سؤالي على اللي فوق اللي لما ويب بروجرامينج. هون مالها هاي يعني بنفذها باخذ او بنعمل لود للبيج. هاي المفروض ننفذها او بنعمل لود للبيج. بس انا عملت شيء غلط انا. يعني هون مش ممكن انه طبعا هو في مشكله، بتعرف ليه في مشكله؟ اللي بعده مش عارف شو اكس هو. يعني احنا لازم هون انت شو يعني قصدي؟ ولا طبعا بس شو بنفذها لو في شيء عندك مثلا فوق مره بنفذه، ما فيش مشكله في الترتيب، بس اكس هون بعده مش شايفه هو فوق صح؟ هو بيمشي بيعرف بالترتيب شو اكس ولا توب داون بنفذ. تمام هذا قصدي. طبعا توب داون اكيد توب داون، هذا السبب احنا بنحطه تحت مشان كان عامل كل الكنترولز فوق. فاهم ديما؟ تمام. طيب شو رايكم نعمل تيبل بعد هذا بيلزمناش يلا مش مشكله خليه نعمله هون. حتى نعمل تيبل هون، عارفين كيف كنا نعمل تيبل ذاكرين؟ ونطبق عليها كل الامور. شو رايكم تيبل نحط تي ار وننهي تلاقي بني دورك احسن تنسر تفتح ريكورد تسكر ريكورد. شو في عندنا هون احنا؟ تيبل هيد تي اتش وفي تيبل هيد. ممكن تعمليش على فكره تيبل مش اجباري دغري تيدي، وهي تيدي عادي مش اجباري يعني. تيبل داتا لازم نسخت انا هاي تيبل داتا. شفتوا كيف؟ شو بدنا نطبع هون مثلا؟ شو بدنا نطبع مثلا هون؟ حط اسامي مدن سوري مش هون جنين نابلس نسخ هذول كلهم. طول كريم مثلا
حطوه بس. طلع شو ممكن اسوي هون يا اخوان؟ لا تنعمل رام بس فريقكم شو بدي اسوي؟ هاي رام ونحط التالي مش عارف. تيبل تي دي شوفوا لي شو عملنا. تيبل تيبل تي ار تي دي جنين تي دي تي دي نابلس تي دي تي ار تي ار تي دي نابلس. هي فوق فوق شايف. طيب طيب لو حطينا يا شباب هون فوق طلع شو بدنا نساوي؟ بدنا نيجي هون نعمل كليك على نابلس. طلع نعمل كليك على نابلس يعمل لي الباك جراوند تبعت نابلس على سبيل المثال حمراء. طوبس حمراء طول كلام والثاني ترجع بيضة. فهمي شو بدنا نعمل؟ فهمي شو بدنا نعمل؟ يعني بس انا تعمل كليك هون هي تيبل لما نعمل كليك على جنين يلون لي السيل اللي فيها جنين حمراء. والباقي شو يظل او شو يلونه؟ ابيض. فاهمين يا شباب؟ تمام. بس اللي عملت عليها كليك تصير حمراء. هاي بنعمل سكريبت هون، ما في مجال، نستخدم سكريبتنج لانجوج، كيف نسويها؟ بتضغط بتعمل فانكشن اول شيء صح؟ انادي عليه اون كليك، يعني هاي هون شباب بقدر اضيف على الخليه نفسها الدي دي بقدر اقول له اون كليك بتساوي مثلا طلع دام انا فانكشن هسه مثلا شو بدنا نسميه شو بدنا نسميه كلر باك جراوند. انا بتعمل فانكشن هسه خاص فيا هيك هسه كلر باك جراوند انا شو بعرفني ان عملت كليك على هاي الخليه بالذات بتضبط كل خليه اي دي. تمام بتضبط كل خليه اي دي. كيف يعني؟ الخليه الاولى مثلا بدا كله اي دي تساوي 1 واعطيه نفسه للفانكشن الاي دي خليه باخذ باراميتر هاي واحد بقدر اعمل فانكشن بياخذ باراميتر زي هيك واحد. الخليه الثانيه طلع كيف؟ خليه ممكن اكثر من طريقه تبني بصراحه هاي اللي جاي ببالي. الخليه الثانيه ممكن اعطيها نفس الفانكشن 2 والاي دي عندنا هون 2. الخليه الثالثه هاي واعي هيك تعمل هاي واحد هاي واحد خلي واحده منهم مثلا لما نكبس عليها يجيب لنا اي فريم يجيب لنا صوره الشيء داخل الويب. يعني مثلا اذا كبسنا على طول كلمه يجيب صوره لمدينه طول كرم في الاي فريم بصير. بس هسه بدك تعمليها انت هاي انسان هسه بفرجيك تحط صور غيري وصور وتعمليها انت هسه ممتازه هاي الاقتراح. طلع شو بنعمل هسه هون لما هاي شباب واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي اربعه طلع هسه بنشوف كيف بتعمل مع الصور انسان. هاي كنا اثنين هاي ثلاث واخر وحده هاي اربعه ونكليك هاي بدي دي كذا كذا هاي أربعة الـ ID تبعه هاد أربعة بدل واحد بنعمل له أربعة. حلو هيك يا جاهز. هسه بضل عليك شو تعمل انت هون؟ بضل عليك انك تيجي تعمل السكريبت الفانكشن. هاي السكريبت هون اكتب الفانكشن فانكشن شو سمينا احنا كلر باك جراوند كلر باك جراوند هاي فاليو. لاحظ بحطش هون بالارجيومنت بقول له هيك انتجر اكس مثلا قال شايفي هيك بفهم هو لحاله بحطش داتا تايب هون زي يعني البرمجه العاديه بنحط انتجر لا نبعت باراميتر عادي هو اي داتا تايب زي فار بالجافا يعني اي داتا تايب. هسه انا بدل ما امشي عليهم واحد واحد يا شباب و يعني كيف بقول لك اول واحد وثاني واحد وفرق وقارن لا انا اسهل اعمل فور لوب طلع نعمل فور لوب عادي فور فيش انتجر هون طبعا يا تحط فار او بتعمل دغري اي ايكوال 1 فاصل منقوطه اي ليس ذان اور ايكوال 4 اي بلس بلس هيك انا بمشي على كل الاشكال صح اربع عندي اربع سيلز شو بدنا نقول له هون اف انا شو بدي اعمل انا بدي الون اللي كبست عليها باحمر والبقيه يرجعوا ابيض صح
البقية يرجعوا ايش الباك جراوند تبعتهم شو تصير ابيض. ماشي، اذا كانت الفاليو اللي بعتها باراميتر للفانكشن هاي في، لو سميناها في، اذا بعت لي بعتها باراميتر هون في، اذا كانت الفي تساوي الاي معناته هاي انا اللي كبست عليها صح. شنو نقول له دوكيومنت صح دوكيومنت دوكيومنت دوت جيت جيت ايش اليمنت باي اي دي باي اي دي واعطي الفي كمان باراميتر تمام جيت اليمنت باي اي دي مو يا يا المدام تساوي يا الفي يا الاي تفرقش معنا صح مش حيفرق صح مش حيفرق معنا دوت ايش باك جراوند كلر لا الباك جراوند مو موجوده في ستايل دير بالك اوكي صح ستايل ستايل كاسكيت هذا برمجه دير بالك هنا كيس سنسيتيف دير بالكم يعني كيس سنسيتيف يعني كيف السمول تفرق معنا دوت باك جراوند باك جراوند كلر كابيتال باك جراوند كلر بتساوي بين دبل كوتيشنز هاي برمجه بنحطها صح شنو نحطها وايت صح اسف شو قلنا احنا ريد مظبوط شباب إلس يعني إلس ما تساوتش هسه انت ممكن تكون في محاولات اخرى يعني كبست اول خليك كبست عليها صارت جنين حمراء صح بدك تكبس على نابلس لازم ترجع جنين بيضة صح الباك جراوند كانك نقلت المربع الاحمر من جنين لنابلس فاهمين علي لما كبست هون كبسنا على الجنين شو عمل لون الباك جراوند في الخليه هاي لون احمر لما كبسنا هون على طوباس هون المفروض يلون لي هاي احمر ويرجع هاي ابيض عشان كانه تبين المربع انتقل من جنين لطوباس كيف بنتقل بتلون هذا الاحمر وبتلغي الاحمر اللي هون صح فشو بدنا نقول له انا بدي ارجع ابيض كيف اقول له بدي امشي على كل الاليمنتس ما بعرفش انا بالضبط وين كان المربع قبل ما بعرفش وين كان لهذا السبب شو بقول له إلس بلون كل البقيه هون إلس اذا ما تساوينش رجع لي الباك جراوند تبعت الاي اللي ما تساوتش مع في لوايت هاي وايت مالكم مفهومة ولا صعبة؟ يعني هو بصير يغير بناء على الاليمنت اللي بنقصد اللي بنمرر له يعني اذا اعطيناه واحد او اثنين هيك بتصير اي واحد بيكبس عليه بصير هو الاحمر والباقي ابيض بالضبط هذا أه. ولا كيف انا ولا كيف خدع بصريه صح يا انسى هاي ريفرش طلع هاي طوباس شو صارت؟ احمر ولف على البقيه هو هسه المفروض بكبس على الجنين تنتقل من طوباس لجنين شفت كيف؟ هو شو عمل ولون هاي ولغى ولف نابلس وكله لف عليه طول كرم حطه ابيض يعني فهمت شو هو ما بيعرفه هو ما بيعرف وين اللون الاحمر كان هو البقيه كله بصير ابيض فبتبين كان المربع اخذ على بصريه كان المربع بيمشي صح هو مشيش هو بلون وبلون وبمحي صعبه هاي؟ واضحه سهله جدا صح؟ شفت كيف السكريبت تعمل هيك بنسميها احنا هاي ريسبونسيف ويب بيج طلع هاي ريسبونسيف ويب بيج فاللي بيعرف شوية برمجة يعني A B C تمشي أموره تمام يعني بالسكريبت ما بدهاش طب تشتغلوا أنتوا تاسك صغير إذا حابين تشتغلوا تشتغلوا على نفس المبدأ بنشتغل عادي طلع شو بتعملي اليوم تعملي لي تابل ماشي فيها جنيه طول كرم اربع خلايا هي زي هيك طلع فيها اربع خلايا حطي لهم بالبدايه جنين وطول كرم مثلا اذا انا بالماوس بكبس هون او هون بالماوس هو او هون بكبس بجيب جنين طول كرم هون واذا كبست هون برجعهن هون فهمت شو يعني النص مره بيجي هون ومره بيجي هون مع بعض بس جنين كله يعني هذا الرو كله بيجي هون او هذا كله بيجي هون اذا كبست فهمت شو قصدي فاهمين شو بدي نعمل سواب يعني بالضبط لا سواب بتبدلين ببعض صح بس مش سواب هي موف بتعمل موف نشيلها بالمره نحطه في الريكورد يعني بتشيل هذول تحطهم هون اوكي لما تكبس انت هون بتشيلي هون بترجع هون كات بيست تاخذوا 10 minutes تشتغلوا
بس مش حدا يكون لي ما اشتغلتش وعلى التليفون وببطل، الله يرضى عليك. الدراح امكن معناته انا بحضر على الايباد الدراح شغل وانا كمان دكتور على التليفون. شباب المشكله اليوم بس حاولوا مرات جاي تشتغلوا على الاجهزه عشان نطبق. تمام تطبقوا يعني بعطيكم 10 مينت وبرجع لكم. يعطيك العافيه، لازم ذكرتيني من اول. هذا الكود بحط لكم اياه هسه انا على المجموعه ماشي كله. بنعيده من اول كيف سوينا هذا الكود بالاول. قلنا كانت المحاضره ما تسجلش، عملنا تيبل، عملنا لها احنا بوردر اساسا نحدد نشوف حدود التيبل وحدود الخلايا في الدي دي بوردر للتيبل. دكتور المحاضره بتسجل هسه سرعت التسجيل، كان بالاول ما يسجلش بس طلعنا بريك جربت شغله ما كانش وقفت التسجيل نسيت ارجعه. بنادينا على الفانكشن سواب اعطينا قيمه 1 2 3 4 لكل وحده من هاي الدي دي اعطينا فاليو. بالفانكشن اللي اسمه سواب سميناها سواب بالجافا سكريبت اخذ القيمه تبعت الخليه 1 اول خليه 2 1 2 خليه كان عندك تبعها يعني هاي واحد هاي وهاي التابل انا سميتهم هيك هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث وهاي اربعه. كتبنا هنا فيها هاي الخليه واحد جنين وهاي طول كرم. لما انا كليك هون بدي اجيب جنين طول كرم احطهم هون يفضي هاي. لما تعمل كليك هون بدي يرجع جنين طول كرم هون يمحى هذول. فشو سوينا احنا اف فاليو ايكوال 1 اور 3 هون يعني واحد او ثلاث الفاليو. بدنا نجي الدوكيمنت جيت اليمنت باي اي دي للواحد نحط فيها النص الموجود في اثنين يعني نجيب هذا هون ونفس العمليه ثلاث نحط فيها اربعه نجيب هاي هون وبدنا نفضي هاي نفضي هاي. هذا اللي صار هون إلس. شو يعني إلس؟ اللي عملت كليك هون. هسه شو نعمل كليك هون؟ بدنا نجيب اللي هون نحط بالعكس نجيبهم هون اثنين نحط فيها اللي بواحد واربعه نحط فيها بثلاث ونفضي واحد وثلاث ببين النص انتقل من هون لهون. لما اسوي كليك بين نص انتقل من هون لهون كيف؟ اني بمسح النص وبمسح الاول. هذا اللي سويناه احنا. واذا نرجع نطبقه هون على البيج بنلاحظ انه بس اكمل كليك هون جاب جنين وطول كرم هون، لما اعمل كليك هون رجع جنين وطول كرم هون. المثال اللي بعده بدنا نحط ايمج. احنا حطينا ايمج هون هي هون حطينا ايمج في ايمج اليمنت استخدمنا الايمج السورس تبع بوي اعطيناه ويدث وهايت ممكن تزيده انت تعمله 120 مثلا. شايفين الصورة صغيرة يعني. أعطيناها اي دي ايمج جندر. في عندنا كمان باتون تحت هون، الباتون أعطيناها باتون جندر كمان مرة. اون كليك تشينج جندر، أنا هسه بدي أبني هذا الميثود. حطينا جوا الباتون جير. تقدر تعمل أنت هون بعدها بي آر على أساس ما تعمل بريك يعني. تبعد التيبل عنها. اوكي هون شو بنعمل احنا؟ بنكبس على جير لشباب، جير يقلب هذا الولد لبنت صوره ثانيه ويحط لي هون في البتون بوي. لما اكبس على بوي يرجع لي، فهمتوا الفكره يعني كيف؟ نبدل بوي وجير، نبدل الصور، نعمل سويتشنج بين الصور. كيف؟ شو الاليه يعني بنعملها احنا هون؟ بالفانكشن بدنا نغير السورس تبع الايمج ونغير كمان النص تبع البوتون. هسه بدنا نفحص اول شيء البتون اللي بتحكم بها النص الموجود في اللي بتحكم بالقصه النص الموجود في البتون. هاي السكريبت هون تخلص. النص الموجود في البتون، كيف نفحص احنا النص الموجود في البتون؟ جيت اليمنت باي اي دي اول شيء فانكشن. اوكي شو سميناها؟ جير تشينج تشينج جندر. شو سميناها؟ تشينج جندر صح. يا سيدي بتاكد على كل حال مش مشكله. باخذش باراميترز هذا فاضي. ليه؟ لانه هذا شباب معتمد على القيمه الكابشن الموجود في البتون. طيب اف دوكيمنت دوت جيت جيت اليمنت باي اي دي. شو سمينا احنا البتون؟ بتون بين دبل كوتيشنز بتون بجوز هيك صح؟ هسه متاكد من كل المعطيات ولا نسوي دوت
بيتي ان يمكن سميناه ولا لا، بتخيل مش عارف بيتي برضه. انجن تبع اعتقد، مش مشكله بس متاكد. انر اتش تي ام ال دبل ايكوال جير، طلع اذا كان جير شو يعني؟ بدنا نعمل شغلتين، اذا كان جير نعمل شغلتين، بدنا نغيره لبوي ونكليك. ممتاز، بدنا نعمل دوكيمنت هاي القصه كلياتها، نحطها بوي ونغير السورس تبع الايمج كمان، بتساوي ضبط اسايمنت ستيتمنت بوي. صحيح صح، منطقي صح. وبدنا نغير كمان السورس تاع الايمج صح. دي كمان الكلمات باي دي بالضبط، ايش بسخن هذول اللي ضل اكتب. بدنا نجيت كلمات بس مش انر اتش تي ام ال يا شباب، هون بدنا سورس اس ار سي تبعها بيساوي جير دوت جي بي جي. بس ايش اسم الاي دي تبعها كام الايمج؟ ممتاز، ايمج بجوز ايمج ايمج جندر ايمج جن يا الله هيك هسه نشوف اكسا الاس اكسا يا شباب، الاس اكسا شو اس بنعمل؟ بنحط بكون هو بكون الاس يعني مش بكون بوي، البوي بنعمله جير جير، يحط لي الصورة هنا جير، ويحط لي الصورة الكابشن والصورة بوي، يرجع بوي صح؟ كل مرة بكلب هيك صح؟ صحيح صحيح، بس نتأكد من الاي دي. متأكد بالله؟ شوف لي انا كاتب باتون جن ايمج جن جندر يعني تشين جندر صح، باتون ام جن صح، والايمج اي دي اوكي تمام، مفروض انه هيك 100%. هاي سيف، هاي ريفرش، هاي كليك، شفت كيف عكس البنت؟ وغير بوي، انت تكبس على بوي بحط جيب بوي بحطها جيرل، شفتوا كيف الجافا سكريبت؟ حكي فاضي يا جماعه الخير. لا يعني والله جميله بس سهله يعني، ايش صار؟ لا سهله جدا جافا سكريبت، وحلو جدا تتعلمها ولا شيء كمان، بس حلو تعلم هالقصص يعني طلع كيف حلو تعمل شغلات في البيج تكون ريسبونسيف. هات نعمل فاكتوريال، شو رايكم بالفاكتوريال؟ هل البراوزر بيقدر يعمل فاكتوريال؟ ليش بدك تعمله؟ عشانكم مجننكم بالسي في سي 1 بنعمل بس بالجافا سكريبت، بنعمل في الجافا سكريبت بس زنخ، بنعمل في الجافا سكريبت بس زنخ كثير جدا، طلع مساله بالجافا سكريبت. هات نعمل فاكتوريال، هسه طخت البالي والله، هات نعمل فاكتوريال. شوفوا كلك المثل كلت الشغل بتعلم التطريز. هاي يا سيد العزيز احلى فاكتوريال، نحط لي هون كمان بي ار بينهم عن بعض الفاكتوريال، بس نتعلم كيف نعمل يا شباب تكست يعني ندخل جواته تمام، نعمل انبوت تا كيف نعمل انبوت تايب، تعلموها في المحاضره الجاي ايكوال تكست، عشان يعني زي تكست بوكس بنعمل بنتعامل معه، ما احنا نجيب قيمته اي دي شو بتساوي تكست مثلا تكست ولا نمبر انتجر بس تعمل نمبر بس تعمل نمبر بصير في نمبر بصير ممتاز رهيب على فكره، هو بتحط نمبر انت بعمل فاليديشن لحاله بتدخلش تكست بس نمبر بصير ممتاز صحيح، بتقيده كمان كثير انت اي دي مثلا ان يا سيدي حلو، حط جنبه انت جنبه بالضبط، بدي كمان اعمل باتون مثلا تايب ايكوال باتون كبس عشان يكبس عليه يعمل كليك على يعني يعمل كليك على الفاكتوريا اون كليك، تركب ببرمج القصه في هذا اون كليك اون كليك، شو بدنا نعمل في الاون كليك؟ بنادي فانكشن اسمه الفاكتوريال اللي هو الفاكتوريال تبعنا، انا بستعمله هسه، انا بدي اعمله هسه، حط النص هون الباتون شو كالكوليت فاكتوريال، حط بدك اياه في النص، وهاي باتون تمام يا اخوان هيك إيه بس خلص، بتحبوا تحطوا النتيجه مثلا وين حط النتيجه؟
هاي بريك، وهات نعمل يا سيدي العزيز اتش 3 مثلا اي دي ايكوال ريزلت ريزلت، وخليها فاضيه اتش 3. عارفين ليه؟ عشان احط نتيجه الكالكوليشن جواتها. فهمت شو قصدي؟ فاهمين علي شو بقصد صح؟ شو بدي في الاي دي ريزلت ليه؟ مشان اخزن جواتها الاتش فاكتوريال. يعني اعمل سيف، ها اعمل ريفرش، طلع كيف؟ طلع لي هون تكست، دخل رقم، طلع طلع. شباب اذا بطبق احرف بتدخلش صح؟ بس ارقام، لان عملت الاي دي. شو انا عملت الاي دي نمبر، بيعمل فاليديشن. هذا بي اتش تي ام ال 5 عجيب وغريب كثير بتسهل. طيب نرجع هسه على السكريبت تبعنا هون، بنعمل فانكشن. هاي فانكشن شو نسمي، شو اسمنا احنا؟ فاكتوريال. فاكت فاكت فاكت. شو بياخذ يا شباب؟ بي في. اه لا ما اعطيهوش، احنا بنقراه من جوات بس نرد عليه ما اعطيناهوش شيء. نقراه من التكست بوكس دغري صح؟ نقراه من التكست اللي سميناه احنا تكست شيء. بنعرف ظاهر ان سميناه ان، سميناه ان تذكرين. طيب كيف بدي اعرف هون يا شباب؟ var f equal 1 for var، ممكن احطش var بس بحط بالعماد عشان تشوفوا في عده امور. يعني i equal 1 i less than or equal ايش؟ document dot get element by id element by id sorry id لايش؟ شو سمينا احنا؟ اسمها ان صح؟ ان دوت فاليو، مش تحطوا لي فاليو مثلا قيمتها. اي بلس بلس، شو نعمل هون؟ اف ضرب ايكوال اي. لما نخلص شو بنعمل؟ دوكيومنت نحط في اتش 3 هسه اللي سميناها ريزلت دوت جيت ايليمنت by id لشو؟ للريزلت، للريزلت ريزلت جسم من ذاكر دوت انر html واعطيها قيمة الاف بس. that's all. شو اتأكد بس من اسماء بلاش غلطانين. الكوانا منا والله منا. اه هيو طيب كلكو ايش مش هيك القصه. اه ريزلت صح، وهاي وان الاي دي ان موجوده صح. ايوه ان صح، خلص هذا بهمني اكثر. عشان هاي سيف، هاي ريفرش، هاي 520 شباب شفتوا دخلنا اشتغلت على سيرفر انا اطلاقا. لا كل براوزر كلاينت سايد 100%. كيف محاضره اليوم؟ حلوه رائعة والله. ممتعة ممتعة جدا وسهلة. بس أنا بحط لكم هذا إن شاء الله الكود، ضروري أحط لكم يعني في المحاضرة شوية تسجيل بك مرات تقطع أو شيء للإحتياط. بحط لكم إياه أنا على ال تطبقوه شباب الأمان، لا تعملوا كوبي بيست يعني أنتوا يعني حرين، بس أنتوا تخشوا حالك تحطه على المجموعة تبعت المادة. تمام. فيسبوك .com/groups شو اسم بتاعتكم انتو؟ اي اي تي بجوز ويب ويب بروجرامينج بدون اي اي تي. لا لا مش هاي مجموعه. اه هي ويب سي اس اي. هي هي هاي الكود بشكل طلع. اه في كثير سبيس بالاخير، مش مشكله. جماعة الخير بكرة إن شاء الله إذا ربنا أحيانا ما خلصناش إحنا سكريبتينج طبعاً، بكرة بنبدا نتعامل مع السكريبت إن نعمل فاليديشن. يعني بنعمل ناخذ الفورم، بنبدأ عمل الفورم، بنبعت داتا للفورم، بنعمل فاليديشن بالفورم، وبعدها بناخذ البوت ستراب يعني وبخلص. بنطلق بعدها بالفيجوال ستوديو، بنروح على السيرفر سايد. برجع بذكركم للي سجلوا الكورس جديد، في عنا في المودل هون في عنا ريسورسز انا عملت لكم، جبتها من دبليو 3 سكولز. هذا كله انا بشرحه على فكره من دبليو 3 سكولز، بس عملت لكم هيك زي بوكلت من الدبليو 3 سكولز. انا تنسخت له بصراحه،
دوروا على الويب بروجرامينج وين موجوده هيها. في هون شيء اسمه HTML ماتيريال، شايفين هاي؟ هاي شباب الماتيريال انا بشرح منها، يعني كل شيء بتقدر انت تيجي هون وتلاقيه موجود. شفتوا كيف طلع؟ في كمان اكسرسايز ثاني موجودة على الموقع. هسه بنشوف، ناسين والله بصراحة، بس هاي كل اشياء بشرحها هون. شفتوها كيف الفريمز بالترتيب؟ هاي الجافا سكريبت يا شباب، شفتوا كيف كله موجود، كله موجود هون. طلع هاي اللمبة بتضوي، حتى احنا عملنا اصعب من هاي، كبسة واحدة الاون اوف، فاهمين شو قصدي؟ مش كبستين. يعني على البوي والجير. ايوه بالضبط نفس المبدا. هذا فورمز هون، احنا هون وصلنا، احنا هون وصلنا. ان شاء الله هذا نيجي ناخذ المره الجاي نكمل فيه. تقريبا الفورم بدنا ناخذ فورم وفورم فاليديشن المره الجاي. قلنا ان شاء الله كيف نعمل كمان. طب دكتور صحيح دكتور، بالنسبه للدوت نت سؤال، لما بدك تعطينا دوت نت اي اس بي صح؟ اقول لا ان شاء الله. كور ولا عادي؟ دوت نت كور يعني؟ لا لا عادي. مش شايفه الرست، مش رست يعني، مش اي بي ايز صح؟ راح تكون عاديه ويب عادي. عادي عادي بالضبط. تمام دكتور، احنا متى راح نبلش نستخدم الفيجوال ستوديو؟ يعني وفاء الاسبوع الجاي ان شاء الله، بس ثاني محاضره بتخيل. بس انا بقول لك ليش مش تعطل الاسبوع اللي بعده، عشان رمضان الساعه بتكون بالساعه وربع. خلاص ماشي. وضل إشي دكتور علينا في HTML غير الفورم اللي نأخده؟ بوتستراب. بوتستراب. أوكي. بوتستراب وفورمز. هاي الفورمز. هموم جداً نعرف. تمام. طلع يعني إحنا مش قادرين نأخذ شيء كثير شغلات في HTML. بس أقول كطلاب هندسي يعني. مش كبير. يعني إحنا فكرة ما خدناش كثير في الجافا سكريبت. بس بتعرف هيك ABC شان جافا سكريبت. حرام ما تعرفش. صح. أنت شو قصدي؟ تعرف اي بي سي جافا سكريبت، سامع في البوت ستراب، بتعرف كيف تشتري HTML، فاهم مبدا عمل كذا، فاهم عندك معلومات يعني، مش انك صفر تروح هيك خام يعني، حرام. اكيد 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 اكيد. دكتور في كمان سؤال، هلا البروجكت كم واحد لازم يكون فيه؟ ثلاث. حلو تمام. طيب يعطيكم العافيه يا اخوان، الله يعافيك يا دكتور، بسيطه الله يسعدك. يعطيكم العافيه.